بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نهني العاملين بشركة السرت والإدارات العاملة بالشركة بمناسبة قدوم العام الجديد الذي نتمنى أن يكون عام خير على البلاد وعلى العباد، ويفتح الله على بلادنا ويحقق الله أماني العباد في الأمن والاستقرار للبلاد. لاحظنا خلال اليومين السابقين عدم فهم أو عدم وضوح رؤية إجراء تم داخل الشركة، وهو إجراء الخاص بإيقاف مرتبات الخاصة ببعض المستخدمين، وهم حوالي 800 مستخدم. الإجراء هذا تم وفق لقرار صادر عن هيئة الرقابة الإدارية منذ عام 2014. القرار هذا المنشور هذا سنتلوه عليكم، اللي هو منشور السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف رقم 9 لسنة 2014 ميلادية، بمتابعة سير أداء العمل بالجهات العامة الخاضعة لرقابة الهيئة طبقا لأحكام القانون رقم 20 لسنة 2013 ميلادية، تبين قيام بعض الجهات والدوائر الحكومية بصرف مرتبات العاملين بدون تقييد بمنظومة الرقم الوطني بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2013 ميلادية بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2013 ميلادية. عليه تهيب هيئة الرقابة الإدارية بكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأجهزة والمصالح العامة وما في حكمها ضرورة التقيد والالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2013 ميلادية المشار إليه، وذلك بصرف المرتبات وفق منظومة الرقم الوطني، وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من يخالف أحكام هذا القانون، وكذلك إيقاف أي مرتبات تصرف بدون تقييد بمنظومة الرقم الوطني. بناء عليه تم إحالته إلينا إلى شركة سرت بتاريخ 8/1/2015 بناء للاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص. بناء عليه تم تأشير عليهم رئيس مجلس إدارة بتاريخ 25/1/2015 للإطلاع والإجراء، وبذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والخطوات اللازمة بصرف المرتبات وفقا لمنظومة الرقم الوطني. في البداية نعرجوا على كيفية صرف المرتبات. منذ صدور هذا القرار تمت هناك آلية وضعت لصرف المرتبات. أولا الشركة تحدد العمالة اللي عندها وتحدد أرقام الوطنية لها وتحال إلى الديوان المحاسبة الشفافية، وبعد إفراج عليها من ديوان المحاسبة والشفافية تحال إلى وزارة المالية للتأكيد عليها من خلال الرقم الوظيفي. أي حد ما عندهش رقم وظيفي لا يصرف له مرتب، وبناء عليه بدل الشركات على مستوى القطاع بالكامل بهذا بإتمام هذه الإجراءات، ومن ضمنها شركتنا اللي هي شركة سرت. تم تصفية الأعداد العمالة اللي موجودة بالشركة، وتبقى منهم أعداد لم تسوى أوضاعهم. الأعداد التي لم تسوى أوضاعهم صنفين: صنف لديه ازدواجية، وهذا شيء يعتبر أنه يتقاضى في مرتبين، وبذلك تم إيقاف مرتباته من وزارة المالية. الصنف الثاني ناس عندها أخطاء في الرقم الوطني أو في الاسم غير مطابق لمنظومة الرقم الوطني، هذا عنده إجراء يجب يتمه حتى هو نفس الشيء، عليه أنه يمشي لمنظومة الرقم الوطني ويعدل الرقم الوطني متاعه ويعدل الاسم متاعه ويأخذ كتيباته ويعدل ويجيب شهادة جديدة اللي هي معدل فيها الاسم متاعه، وبناء عليه نأخذه نحن كشركة سرت. واجب علينا ان احنا نساعد ناسنا ونساعد مستخدمينا في حل هذه المشكله، وبذلك حيتم انشاء مندوب او يتم
تعيين مندوب، تكليف مندوب، تكليف مندوب. مندوب هذا هو يجمع البيانات ويجهزوها ويحطوها على ديسكة، وإن شاء الله حنبعثوها إلى وزارة المالية. إحنا مع أن الناس كلها التقاضى مرتبها، مع الناس كلها أن هي تصرف لها المرتبات، على العكس تماما. إحنا لو نلقوا أن يعطونا مرتبات كل الناس، إن عندنا ناس تونا لما المرتبات لما يجني إلى الآن يجن نقصات. النقصات كم؟ نقصات 800 مرتب. لما ندفع منين ندفع؟ ما عنديش منين ندفع. لذلك يجب عليه، يجب ان الناس تتم اجراءاتها، اداره الشؤون الاداريه، الاداره الماليه معنيين بايش؟ بانهاء اجراءات الناس وتجهيز بالصوره الصحيحه المطلوبه من وزاره الماليه، مش باي صوره خاصه بنا احنا. هذين اجراءات خاصه بالماليه يجب يتم نفس ما مطلوب من وزاره الماليه، غير ذلك لا تقبل. إذا كان أنت تأمن بأي طريقة ما تقبلش منها، إلا لما تتمها بالطريقة اللي هي مطلوبة منك من خلال وزارة المالية. الثمانمية نفر هذول يشكلوا رقم خلال سنة 2018، يشكلوا رقم وعجز وقدره حوالي 20 مليون في المرتبات. من يستطيع تحمل مسؤولية ذلك؟ من يستطيع تحمل دفع مرتبات بقدر 20 مليون؟ اللي عنده إمكانية وعنده أنه هو جرأة يتفضل يتحمل دفع 20 مليون كمرتبات. احنا ماشيين بالسياق القانوني الصح، ماشيين بالإجراءات القانونية الصح، وهذين هن إجراءات قانونية واردة من الدولة، مانيش من شركة سرد ولا هي من مؤسسة وطنية النفط. آلية المرتب حكينا عليها في بداية الحديث، أن عنده آلية معينة تصرف من خلال وزارة المالية. من لما يصرف لك من خلال وزارة المالية تحال إلى المؤسسة الوطنية النفط. المؤسسة الوطنية النفط في ثاني يوم أو ثالث يوم تحال المرتبات. هذا شيء مفروغ منه. إحنا لما الدولة تقعد عندها إمكانيات تعطينا المرتبات متاعنا، إحنا نصرف فيه مباشرة، ما نستنوش ولا يوم واحد على صرف المرتبات، على العكس تماما. في نفس اليوم اللي ينزل فيه، في نفس اليوم اللي يطلع فيه للحسابات الناس، وهذا حقهم، وهذا شيء مقابل عمل، واللي مقابل عمل هذا واجب انك تدفعه، واجب السداد. اقل شيء، هذا اقل شيء. لذلك احنا الفهم او سوء الفهم اللي حاصل اعتقد ان احنا استطردنا فيه، وضحنا الاشكاليات اللي موجوده، اشكاليات موجوده قانونيه لا يمكن ان نتغاضى عنها، او نقولوا لا والله نعطوهم الشهر هذا والشهر الجاي لا، او الشهر اللي بعده. هذين اجراءات قانونيه عدي حل انهي مشكلتك الاداريه، وبعدين نحن ما عندناش إشكالية في صرف المرتبات، لكن بدون حل هذه الإشكاليات لا يمكن دفع المرتبات. الشركة احنا واجبنا ونقف جنب لجنب مع المستخدم، لكن لدينا بإجراءات، هو يجهز إجراءاته ويجيب إجراءاته للشركة، والناس عندنا هنكلفوا ناس لإتمام الإجراءات ونقلها إلى وزارة المالية ومتابعتها، على العكس متابعة لصيقة. أنا تم اتصال بالسيد رئيس المؤسسة الوطنية النفط، وهو داعم الموضوع، وحنتكلموا على مستوى أعلى، وحنتكلموا على مستوى الشركة ومستوى المؤسسة في صرف المرتبات، في عدم تأخير المرتبات، في هذا كله احنا همنا وشغلنا الشاغل. لكن مرات الإجراءات تأخذ في وقتها، الوزارات عطلا. إذا إلى الآن شهر 11 لم يتم صرفها في جميع القطاعات، قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع جميع القطاعات بالكامل ما فيش صرف مرتب شهر 11. كل الناس كلها نفس الشيء، قضية عامة، ما هيش قضية قطاع ولا قضية شركة ولا قضية، هذه قضية دولة كلها بالكامل. لذلك احنا الناس اللي ما عندها سوء فهم او قصر في الفهم، اعتقد انه وضحنا الصورة، والصورة واضحة للناس اللي يبي يفهم. الناس اللي عندها اهداف ثانية
عندها أغراض ثانية، هذه واضحة لدينا وعارفينها وعارفين شنو مبتغاها وشنو تريد من وراء بعض التعجيج وبعض الكلام اللي نشوفه فيه في الفيس، واضحين عندنا ومعروفين بالأسماء ومعروفين بالشخوص، وما عندناش إشكالية في أن نحن نقدر وبعدين نأخذ ضدهم الإجراءات الرادعة، لأن عندنا حتى إثباتات عليهم، الناس اللي تقلب في الرأي العام لمصالح شخصية وليست لمصالح عامة. إحنا نشتغل في مصلحة عامة، ليس لدينا أي دافع شخصي أو مصلحة شخصية في إيقاف أي مرتب أو إيقاف أي شيء من حق المستخدم. بارك الله فيكم وشكراً.